السلام عليكم، معكم محمود. تعال اصدمك ثلاث صدمات في روسيا، حاجات انت ما تعرفهاش ولا سمعت عنها. زمان روسيا كان اسمها ديريفني روسي، عشان كده في اللغة الفرنسية تلاقي اسمها روسي. بس مش هي دي الصدمة. الصدمة الاولى ان الروس وقتها كانوا بيتجوزوا من سن 13-14 سنة، واحيانا من سن 10 سنين. واحد هيقول لك اصل كان معظم الشعب فلاحين، فدي ثقافه الفلاحين، مفيش تعليم فبيتجوزوا بدري وخلاص. خد الصدمه الاكبر، اللي كان بيعمل كده معظمهم الملوك والامراء وابناء القياصره وكده، عشان يبقى ولي العهد ويبقى بيتجوز كمان. طبعا ده ما كانش على الكل، مش كلهم بس معظمهم وكتير منهم، لكن الراجل بس هو اللي كان بيبقى سنه 13-14 سنه، البنت بقى بيبقى عندها 10 سنين و11 سنه. خد بقى البومبة التقيلة، ايه رأيك ان كانوا في السن ده واحيان كتيرة كان بيتجوز اتنين، وفي واحد اتجوز تلاتة، كلهم امراء. وفي طبعا البسطاء والفلاحين كانوا بيتجوزوا اتنين عادي. افاجئك بقى في النقطة دي نفسها، ان كانوا قبل اعتناق المسيحية بيعملوا كده، وبعد اعتناق المسيحية كده. خد التالتة بقى، اخر بومبة، كانوا بيخلفوا بالاتناشر عيل. انت مستوعب يابان كتير، مش بس فلاحين، ده امراء معروف. روح اقرا التاريخ، حاجه كده من 1000 سنه، من 800 سنه، من 750 سنه، في مراحل مختلفه الامير والملك والقيصر بيخلف بالتسعه وبالعشره وبالحداشر ومن زوجه واحده. السلام عليكم، امان.